تفضلوا استريحوا. تعبتوا ولا لسه؟ انتوا تعبتوا؟ لو كنتوا انتوا تعبتوا يبقى انا تعبت. لا ما تعبناش. اسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نشكر الهنا الصالح الذي اتى بنا الى هذه الساعه المقدسه. وود ونحن في ختام هذا الاسبوع الحافل بالمناسبات الكنسية أن أقدم شكراً خالصاً لكل الأباء المطارنة والأباء الأساقفة الذين حضروا من أماكن متعددة في مصر وفي خارج مصر لكي ما يشتركوا في أفراح هذا الأسبوع. هذا الأسبوع أسبغ الله علينا نعم كثيرة وأعطانا من فيض محبته وفيض عطاياه. بدأنا المجمع المقدس في جلسته في يوم الخميس الماضي وقبلها لجان المجمعية، وكنا لم نتقابل بسبب ظروف الجائحة منذ يونيو 19 كآخر جلسة للمجمع المقدس. ثم في يوم السبت والأحد الماضيين فرحنا بتجليس 2 من الأباء والأحبار الأجلاء وسيامة 7 من الأساقفة، 7 جدد ينضموا كأعضاء في المجمع المقدس. وكانت فرحتنا كبيرة أن تقام تلك الصلوات في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة. وكانت فرحتنا كبيرة أيضا بأن يرن الجرس في منارات تلك الكنيسة أو الكاتدرائية لأول مرة، وده تاريخ لازم نحفظه. الأمر الثاني أو الأمر الثالث أو الرابع إن إحنا فرحنا بحضورنا في التذكار السنوي الأول لنياحة مثلث الرحمات نيافة الأنبا سرابومون رئيس هذا الدير الذي تنيح منذ عام، ولكن الله أيضا من نعمته شاء فاختار رئيس جديد لهذا الدير، دير الأنبا بيشوي نيافة الأنبا أغابيوس الذي فتح الدير مع كل الأباء الرهبان لكي ما نحتفل بهذا الميرون المقدس فيه بالأمس واليوم. أيضا من نعم الله أننا اشتركنا في تذكار اليوبيل الذهبي لنياحة القديس البابا كيرلس السادس في ديره العامر في مريوط، واشتركنا جميعا في هذا التذكار المحبوب لدينا جميعا. ثم في ختام أفراح هذا الأسبوع احتفلنا بالأمس بإعداد وتحضير الميرون المقدس، وشرحت أنا كل التفاصيل فيه عشان تبقى مفهومة لدينا جميعا. ثم أكملنا في هذا اليوم تقديس زيت الميرون وزيت الغليلون. هذا الطقس ممكن الواحد يعيش عمره، ربنا يديكم العمر الطويل وما يحضروش، فهي فرصة وبركة لنا جميعا، ومشاركة الأباء المطارنة والأساقفة تفرحنا جميعا. وأيضا احتفلنا مساء أمس بافتتاح الموقع الرسمي الإلكتروني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ووجد قبولا بالألاف مجرد افتتاح الموقع، وعلى اعتبار انه هيبتدي يعمل ويضاف اليه الكثير والكثير لكي ما يخدم كل انسان يريد ان يعرف شيئا عن الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه. يا اخوتي الاحباء، هذه ايام مباركه وايام مفرحه، وانا في داخلي اتاسف للذين لم تسعفهم الظروف بالحضور والمشاركه، لأن هذه المناسبات ربما تجمعها كلها في أسبوع واحد ربما تكون حادثة نادرة في التاريخ، فلم نقرأ أو نسمع في التاريخ عن اجتماع كل هذه المناسبات معا، وهذا من نعم الله علينا جميعا. أود أن أقول كلمة روحية صغيرة بمناسبة الميرون. الميرون زيت التدشين وزيت التخصيص وزيت التثبيت. من المفارقات الجميلة في الصوم الكبير أننا في بداية الصوم نقرأ في أناجيل القداسات
عن العين، العين، العين البشرية. ويقول عينك هي سراج الجسد، العين سراج الجسد. ويقول أيضا إذا كانت عينك شريرة، إذا كانت عينك بسيطة، جسدك كله يكون نيرا، وإذا كانت عينك شريرة، جسدك كله يكون مظلما. ده في أول الصوم. في آخر الصوم، في آخر يوم اللي هو يوم الجمعة الكبيرة، وعليكم خير، لما بنسهر بالليل في ليلة أبو غلامسيس نسمع تعبير يتكرر كثيرا: من له أذنان للسمع فليسمع. فكأن الصوم الكبير يبدأ بالعين ويكتمل بالأذن، والعين والودن هما اللي بينالوا رشومات الميرون. لما بنعمد الطفل الصغير بنرشمه 36 رشم، بنرشم على الرأس أو النافوخ أو الفكر، وبنرشم على العينين وعلى فتحتي الأنف وعلى الفم وعلى الأذنين. وعلى هذا الأساس يكون أمامنا الجهاز الروحي في الإنسان. كل جسم مننا فيه أجهزة كتيرة، جهاز الهضم وجهاز التنفسي إلى آخره. لكن الجهاز الروحي يتكون من العين والأذن، والاثنين بيصبوا في القلب. ولذلك إحنا في فترة الصوم المقدس، وهي فترة جهاد روحي لكي ما تقدس عينيك وتقدس أذنك فيتنقى قلبك. يعني إحنا في الصوم جهادنا كله من أجل عينينا. وكتير من القديسين يقول لك غمض عينيك علشان تستطيع أن ترى السماء، كأن عينينا المشغولة بالحاجات على الأرض ما بتخليناش نشوف السماء. طب ما السماء دي هي بيتنا. وإن خلعنا خيمتنا الأرضية فلنا بيت غير مصنوع بيد في السماء. وعلى هذا فرصة الميرون، إحنا مش بنعمل طقس وخلاص، إحنا بنعمل طقس من أجل خلاص نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا. فوانت بتحضر الطقس الطويل الممتع ده، أنت بتقف قدام ربنا وبتقول له: يا رب من فضلك أعطيني العين المقدسة، طهر عيني، خلي عيني مدشنة ليك بس. زي ما سمعنا في سفر النشيد أن النفس البشرية التي تصير حبيبة للمسيح تصير كالينبوع المختوم وكالعين المقفلة. يعني الواحد ما بيشوفش في حياته، بنقابل ناس وبنتكلم ويا ناس وكل حاجة، لكن ما بيشوفش في حياته غير شخص المسيح. اجعل عينك مدشنة ومكرسة ومخصصة ومقدسة، اجتهد. والقانون سهل: العين سراج الجسد، إن كانت عينك بسيطة يعني نقية جسدك كله يكون نيراً، وإن كانت عينك شريرة، ربنا يحفظكم جميعا، جسدك كله يكون مظلما، والاختيار لك. فانتهز أيها الحبيب هذه الفرصة وأنت تشترك في تدشين وإعداد الميرون، أنك تأخذ عهدا. هنصلي القداس دلوقتي، تأخذ عهد قدام ربنا وتقول له: يا رب أوعدك في هذا الصوم أنا هخلي عيني ما تشوفش غير أنت، وهجتهد قدامك وجاهد أن عيني تكون نقية لكي ما أنال الجسد النير. هذا من ناحية. الناحية الأخرى الأذن. من له أذنان للسمع فليسمع. أنا شخصياً أتعجب على هذه الآية الموجودة في بعض أسفار الأناجيل، وأيضاً تكسر في سفر الرؤيا آخر أسفار العهد الجديد: من له أذنان للسمع فليسمع. الحمد لله عندنا ودان كويسة ودان بتسمع كويس، ودان لو قسناها تبقى 6 على 6، ومفيش أحسن من كده، ربنا يحافظ عليكم. ولكن الأذن هنا ليست الأذن المادية، الأذن هنا الأذن الروحية
والأذن الروحية علامتها الوحيدة هي طاعة الوصية، ملهاش علامة تانية. يعني ودانك عشان تبقى 10/10 ده يعني أنك تطيع الوصية. أما إذا كنت لا تطيع الوصية فحتى لو دانك بتسمع دبة النملة زي ما بيقولوا تبقى أمام الله ليس لها معنى. وتستغربوا وياي أن السفر الأخير بعد 66 سفر غير الأسفار القانونية الثانية، في آخر سفر في الإنجيل اللي بيسموه سفر الخروج إلى الأبدية، نلاقي الآية دي: من له أذن للسمع فليسمع، وتتكرر مرة واثنين وثلاثة. إذن انتبه إلى أذنك بتسمع إيه. وطبعا الودن مرتبطة بالفم، الودن الفم بيتكلم والودن بتسمع، فالاثنين مرتبطين ببعض. بتقول إيه، بتتكلم إيه، بتسمع إيه، بتسمح لودانك إنها تسمع إيه. اجتهد أن تكون أذنك نقية وأن تكون لك أذن الطاعة، طاعة الوصية. إن كانت عينك نقية وإن كانت أذنك نقية سيكون قلبك نقيا، وينطبق عليك قول السيد المسيح: طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. لأنهم يعينون الله. إن كانت ودنك وعينك صح قلبك هيبقى نقي، وبقلبك النقي ده هتشوف الله وترى معجزات وترى يده القوية التي تعمل في حياتك وحياة الآخرين، والتي تعمل في خدمتك وتعمل في كنيستك وتعمل في بيتك وتعمل في عملك. سوف تجد كل هذا. إذن احتفلنا أيها الأحباء بإعداد وتقديس الميرون المقدس في هذا الصباح المبارك. هو دعوة لنا كلنا لنقاوة عيوننا وأذاننا وقلوبنا، وإحنا بنصلي القداس بقى، قداس الميرون اللي هيحضر بعد كده قداسات الصوم الكبير، على اعتبار إن في قداس شم النسيم سوف نضع الخميرة المقدسة. كل ده وانت واقف تصلي في القداس هتصلي وتطلب من الله أن يعطيك العين النقية، وتقول له: أوعدك يا رب هحافظ على نقاوة عيني، وأوعدك يا رب أن أنا أحافظ على نقاوة أذني، وأوعدك يا رب أن أنا أحافظ على نقاوة قلبي. نشكر الله على نعمه الكثيرة، ونصلي من أجل الأباء. معظم الأباء اللي خدمتهم خارج مصر هيسافروا، في ناس هتسافر بكرة وبعده، يعني خلال يومين، نصلي أن يسافروا ويصحبهم ملاك السلامة، وزي ما حضروا وفرحنا بحضورهم وبوجودهم، كل الأباء من كل إبرشيات مصر وخارجها يعودون إلى إبرشياتهم بالسلامة وبالصحة. وطبعاً معجزة كبيرة إن ربنا يسمح لنا نعمل كل المناسبات دهية في ظروف الجائحة وظروف انتشار الوباء، لكن نعمة الله هي التي تحفظ الجميع. يباركنا الله بكل بركة روحية ويحفظنا في اسمه القدوس، ويبارك كنيسته المقدسة. له كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد. أمين.